وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله من يتيك من يتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الفصل الأول من الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين وعلومكم آمين، في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول اللي الناس الوقت يسموه علم التوحيد، كان زمان يسموه علم الأصول التي لا يختلف فيها الناس. وإن كان في مجال في علم التوحيد لا يختلف فيه، وفي أشياء أخرى قد يختلف فيها ولا يكفر، يعني في بعض التفاصيل ممكن الناس تختلف فيها وما بقاش فيها يعني مجال مناقشة، لكن في أشياء أخرى في علم التوحيد ليست مجال مناقشة. مش كل علم التوحيد يعني لازم زي ما بيوحوا إليك الجماعة الإخواننا اللي انت عارفهم إن أي حاجة دي غير قابلة للمناقشة، يا كده يا بلاش. لا، في أشياء في علم التوحيد تقبل المناقشة. هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة، ولا الإرادة هي المشيئة؟ ذهب الماتريدية إلى أن الإرادة والمشيئة يختلفان، والأشعرية عندهم الإرادة والمشيئة لا يختلفان، والاثنين أهل سنة. يعني في بعض الأمور بتفرق في المناقشات قد، لكن الإجماليات غالبا الخلافات اللي فيها اقل كثيرا من الخلافات اللي في الفقه، في فروع الفقه. وعلشان كده اعتبروا ان امور العقيده الخلاف فيها شبه منعدم. شبه منعدم يعني قليل نادر، لكن الامور المتفق عليها اذا اختلف فيها يخرج عن الاعتقاد السليم فيه. قرانا جزءا من هذه المقدمه ووقفنا على قوله كما قال أبو محمد الجريري. أبو محمد الجريري رحمه الله تعالى ده من أصحاب سيدنا الجنيد. سيدنا الجنيد كان شيخه السري السقطي، والسري اللي هو خاله وشيخه. وسيدنا أبو محمد الجريري ده من كبار تلامذته. من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهوات من التلف. يعني من لم يقف في علم التوحيد على أدلة، لأن احنا قلنا ان الناس كلها المسلمين كلهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، لكن هل كلهم يستطيعوا أن يدللوا على أن لا إله إلا الله ويدللوا على أن محمد رسول الله؟ مش كل هو صحيح كل معتقد، لكن تيجي تسأل واحد تقول له ايه الدليل على ان لا اله الا الله، قد لا يجيب. ان اجاب يبقى عنده شاهد دليل، يبقى غير مقلد، وان لم يجب يبقى مقلد. واللي يستطيع ان يجيب ان سيدنا محمد رسول الله يبقى عنده شاهد، والذي لا يستطيع يبقى مقلد. وايمان المقلد ناجي، المقلد ناجي على الراجح عندنا، وان كان بعض العلماء قالوا انه لا ينجو، لا يكفي التقليد، لكن عندنا وعند مشايخنا اللي تعلمنا عندهم المقلد ناجي، لكنه على خطر، خطر انه ياتيه شبهه لا يستطيع ان يحلها. وعشان كده ده كلامه سيدنا ابو محمد الجريري. من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده، اي بدليل من ادلته، زلت به قدم الغرور. يعني قدم الغرور قد يغتر، قد يظن انسان مثلا ان يسمع آية ونفخنا فيه من روحنا ان الله حل في سيدنا آدم لنسبة الروح اليه سبحانه وتعالى، ويعتقد ذلك ويموت على هذا، يموت على هذا الاعتقاد الفاسد، وده اعتقاد فاسد.
وبعدين مش كده وبس، سمعت بعض النصارى يتناقش مع مسلم فيقول له نحن نقول ان الله حل في عيسى، ولما انتم لا تقولون ذلك وبتقولوا نفخنا فيه من روحنا؟ طب ما انتم بتقولوا زينا برضه. هذا المسلم لم يستطع ان يجيب، بيقول انتوا بتقولوا ان سيدنا عيسى روح الله وكلمته، مش كده برضه؟ كل المسلمين بيقولوا كده. طب ما احنا بنقول كده برضه، بيقول لهم كده، بيقول للمسلم، بيقول ما احنا بنقول كده برضه، انتوا ليه بتطلعونا اننا كفار؟ دي مناقشه حدثت امامي، والتاني ما عرفش يرد لانه مش فاهم ان النسبه هنا نسبه تشريف لا نسبه حلول. لازم يجاوب يقول له ان النسبه هنا نسبه تشريف لا نسبه حلول وتجزئه. السلام عليكم. ايوه 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 اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا. اخيرا فالنسبة هنا اما تقول سيدنا عيسى روح الله زي ما تقول بيت الله، هو بيت الله يعني سكن فيه، ناقة الله مش كده برضو؟ يبقى روح الله، ناقة الله، بيت الله، النسبة نسبة تشريف، اي من الله، روح من الله، من الله يعني من ذات الله ام خلقها الله؟ خلقها. ففي ناس من العوام يفتكروا ان ربنا حل في الناس، يقول لك ده في سر من الله، ده ربنا في كل حته، ربنا في كل الناس، يقول كلام يوحي بايه؟ بالحلول. والله سبحانه وتعالى مبين عن خلقه سبحانه وتعالى جل شانه. فيبقى لازم الانسان يبقى عنده شاهد حتى لا يعبد الله على شبهه، وده خطر، خطر عظيم. ومعظم الناس اللي هم يعني عابوا عليهم التصوف ان هم تصوفوا على هذه المعاني اللي فيها الشبه وما تعلموش، ولبسوا خرقة التصوف وبدأوا يتكلموا كلام فيه شبه فاعترض عليه العلماء. فمعظم اعتراض العلماء جاء من كلام جهلة المتصوف. ليه؟ لان ما فهمش الفرق، وابتدى يعبد الله على هذا المعنى القبيح فيقول كلام يوحي بهذا المعنى. مش عارفين نعيش النهارده، معلش. السلام. يبقى اما تقول، وعشان كده رب العالمين رد عليهم قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خدت بالك؟ فاذا كنت انتم بتقولوا عيسى ربنا حل فيه لانه خلقه بيدي ونفخ فيه من روحي بغير واسطه، طب ما سيدنا ادم كده، ليه ما قلتوش على سيدنا ادم كده يا كفار؟ فهمت ازاي؟ رد عليهم يعني، امشي معاه من باب مجارات الخصم، من باب مجارات الخصم. وان كنا احنا ما بنقولش كده، قول له طب انتوا مش بتقولوا كده عشان سيدنا عيسى خلق بغير واسطه فظننتم ان الله حل فيه؟ طب ما سيدنا ادم خلق بغير واسطه، بغير اب ولا ام، بل الاعجاز في سيدنا ادم اشد، يعني الاعجاز في حال سيدنا ادم اشد، هو ده اسمه في ام، الثاني مالوش حتى لا ام ولا اب، يعني المفروض كنتوا انتوا عبدتوا سيدنا ادم اكثر، صح ولا لا؟ ولم تعبدوا سيدنا ادم، يبقى من باب اولى سيدنا عيسى لا يعبد، ده من باب مجارات الخصم بس، وان كنا لا نقول ذلك. ايوه. لا، ما هم اغبياء، اغبياء، لان الولاده نقص اشد، الولاده نقص اشد، يعني الولاده يعني من ولد انقص ممن خلق بغير ولاده، صح ولا لا؟ يبقى هم دلوقتي المفروض يعبدوا الاكمل، ولم يعبدوا الاكمل من حيث النظره العقليه، يبقى من باب اولى لا يعبدوا سيدنا عيسى. وده الملمح اللي ربنا اراد ان يقوله، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون، يعني خلوا عندكم من باب القياس الاولوي،
من باب القياس الاولوي، يسموه قياس اولى، من باب اولى، خدت بالك؟ فالرد عليهم اشد. زي ما سيدنا عبد الله الصديق الغماري رحمه الله كان بيدي درس في سيدنا الحسين زمان سنه 41، حكاها لي. فبيقول كان جالس عند سيدنا الحسين بيدي درس في الاصول، فدخل عليه احد الصحفيين وكان قد الف كتاب سماه دلاله القران المبين على ان النبي افضل العالمين. فلما قرأه هذا الصحفي عرف مين اللي ألفه، وراح يقابل المصنف فسأل عليه، قال قرأت لك كتاب تبين أن النبي أفضل العالمين، وأنا أعتقد أن عيسى أفضل منه. قال له أنت مسلم؟ قال له أنا مسلم، ولكن أنا أعتقد أن عيسى أفضل من سيدنا محمد، كلهم أنبياء ورسل، بس اعتقاده هو الصحفي هذا أن سيدنا عيسى أفضل. فسيدنا عبد الله قال له ليه؟ لماذا؟ قال لأنه لم يخلق من النطفة القذرة، ولكن خلق بالنفخة الطاهرة، وغيره خلق من النطفة القذرة، فيبقى أفضل منهم. كويس. فسيدنا عبد الله الصديق الغماري رد عليه بطريقة برضو إيه، لما النمروذ قال إيه أنا أحيي وأميت، أما مرضاش يكلمه في النقطة دي، نقله في موضوع تاني، قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. ما قالوش بقى ان الاحياء والاماته هنا مختلف، ودخلوا في نفس نقطته، لا ده ظهروا، واخد بالك؟ فحبوا بطريقه اخرى سيدنا عبد الله. قال له ايه؟ قال له لو كان القياس بهذا المعنى لتكون ناقه صالح افضل منهما، لان ناقه صالح خرجت من الجبل والجبل طاهر، وكليهما خرجوا من الفرج والفرج نجس. الله الله. فرد عليه بنفس المنطق. فلازم يبقى عندك انت ايه دليل ازاي تاخذ الحجه من الخصم علشان تفهمه. هو ربنا سبحانه وتعالى قلب هذه الامور كلها ليه؟ علشان الناس تفهم، بس عشان يدي لك ادله هنا وادله هنا وادله هنا، عشان الخصم ما يعرفش ياخد منك حاجه تقوم في الاخر تهديه الى صراط المستقيم. يعني كل الحجج دي ربنا جعلها اسباب ادله هدايه عشان تنتزع الشبهه من قلب الكافر او من قلب الفاسق حتى يهتدي الى صراط المستقيم. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الهادي في الاول والاخر. وعشان كده شوف بيقول لك ايه، من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهواة من التلف. يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن سنن النجاة ووقع في أسر الهلاك. السنن أو السنن الاثنين واحد، اللي هو الطريق، يعني سقط من طريق النجاة ووقع في أسر الهلاك. وعلشان كده قالوا إن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، ما يعرفش ياخد ويدي معاه. الشيطان يدور على العباد الجهل ياكل ويدي معاه. يجي لك واحد من العباد اللي هم المتصدقين يقول لك رفع عن التكليف، عشان الشيطان جاله في سورة نور مثلا وقال له يا عبدي رفعت عنك التكليف، كفاية عليك كده، يفتكر إن ربنا كلمه. يفتكر إن ربنا هو الشيطان اللي جاله نور له الحتة وقال له الكلام. هو قاعد بقى في خلوته يتعبد، يقوم يصدق، يقوم يجي الاذان ورا الاذان يبطل صلاه، ليه صليت؟ يقول له اصل انتوا ما تعرفوش انا وصلت خلاص، انتوا صليت. وهو وصل للهلاك، مش وصل. ليه؟ لانه وقع في المشكله. لكن لما يجي العالم زي ما قال سيدنا الجنيد، الشيطان معامل كده مع سيدنا الجنيد لانه كان عالم سيدنا الجنيد. قام قال له اخسأ يا لعين، في الحال كده من غير تفكير. اخسأ يا لعين، لو رفع عن احد لرفع عن سيدنا محمد، وقال الله له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هو افضل من سيدنا محمد؟ اذا كان لاخر لحظه سيدنا محمد يقول الصلاه الصلاه، وكان يفيق ويقول صلى الناس، يقولوا لا، فيغمى عليه، فيامر بماء في المخضب فيغطسوه فيه صلى الله عليه وسلم حتى يفيق من الحمى، وبعدين يفوق يقول صلى الناس، يقولهم يقولوا لا، يتحامل فيقف فيغمى عليه. يبقى النبي لاخر لحظه اهو
بيسأل ويتهادى بين رجلين ويصطف في الصف ويشير الى سيدنا ابو بكر عن قسمة كل ده لاخر لحظة. وبعدين انت متصور انك انت بعبادة معينة ربنا هيرفع عنك التكليف؟ ليه يعني انت على راسك ريشة؟ اذا كان اللي على راسه الريش كله ما ترفعش عنه التكليف صلى الله عليه وسلم. هي لا هي تكليف في الدنيا تشريف في الاخر. ومن تأمل الفضاء اللي عايز يترفع عنه التكليف اقول له طريقة سهلة يتجنن. اللي يتجنن خلاص رفع عنه التكليف. اللي بيسموه مجذوب في بعض الاولياء كده يجيله جذب. جذب يعني ايه؟ يعني يجيله نوع من الكشف فما يتحملوش عقله ما يتحملوش يقوم يمشي مجنون في الشارع كده. فده اللي رفع عنه التكليف. يبقى وصل للولاية بس وصل للولاية مجروح. اصل شوف الحضرة حضرة الله عز وجل دي هدف كل انسان ان يصل الى حضرة الله عز وجل وان الى ربك المنتهى. زي اي طريق انت ماشي فيه في ناس بتوصل مجروحة وناس تموت قبل ما توصل وناس ترجع وناس تتوه وناس توصل سليمة. كل ده تلاقيه. فهمت ازاي؟ فاللي ما بيوصلش وبيتوه ده اللي عنده الشبه المقلد وما عندوش ادله وشواهد من الحق ففي الطريق يتوه بقى. يتوه في السك. يجي له كرامه تخيله. يجي له شبهه تبهدله. يجي له اي حاجه تتوهه. يبقى الطريق اهو تلاقيه حول كده من نص السك. ليه يا ابني حول؟ لانه كان ايه؟ اجاله شبه. يبقى ده تاه. وفي من يرتد عن على عقبه ويرجع تاني يبعد. وفي اللي ماشي ببطء شويه لكنه ماشي. اللي يسموه السالك. السالك اللي هو ماشي بصحيح ببطء لكنه ماشي. وفي ناس تانية تبص تلاقي ايه يدخلهم من باب كبار الزوار يتلقط من هنا يدخل هناك من غير ما يمشي. ده مكتبة اكتباء مش محتاجة سلوك. علشان السالك ما يغترش بسلوكه ما يقولش ده انا وصلت المجهود. طب اهو ما عملش مجهود اهو وصل. عشان تعرف انها برحمة الله. فيبقى ربنا بيدي لك ادوية. وبعدين في ناس بتوصل وتتجرح. كل شوية العربية الكاوتش ينام ينزل يغيره ويساع والعربية تقفل ويروح يصلح قاعد متعطل. كل شوية تعطل. ويجي راح هناك يقول لك لا ده في تحويلة الطريق محتاج تحول. وهكذا. فتبص تلاقي ايه؟ ماشي ببطء واخد بالك والطريق بيطول قدامه. كل مدى ما بيطول مش بيقفل. كل ده في الحس موجود وفي الباطن موجود. وبعدين في واحد يعمل حادثه يتكسر وبعدين يتعالج ويرجع يمشي تاني. كذلك واحد تاني يجي له شبهه تروح ملعبك كده وبعدين يقعد فيها شهر اثنين ثلاثه سنه اثنين ثلاثه ويعني ربنا يحلها له يرجع يواصل تاني. زي اللي عمل حادثه ودخل المستشفى وبعدين بعد ما خف شهر اثنين ثلاثه رجع تاني ركب عربيته ويكمل المشوار. نفس القصة في الباطن هي في الحس. وفي بقى اللي يوصل مجروح يعني زي يعمل حتى وتصير في عاهة مستديم. وفي بقى اللي العاهة المستديمة دي قد تكون الحادثة شديدة قوي لدرجة ان هو مثلا يفقد فيها حاجات غالية قوي فما يتحملش. يوم يقول لك الراجل مسكين ما تحملش فقد عقله. وبعدين بالرغم انه فقد عقله ركبوه العربية ووصلوه برضه. ده المجذوب. ده المجذوب تلاقيه فقد عقله لكن وصل برضه قال. فهمت ازاي؟ بس وصل معطوب لا يقتدى به. انت هتمشي ورا مجنون هيتوه لكنك في نفس الوقت تسلم الامر لله. مش تحكم عليه تقول له ده هالك. لا مش هالك ولا حاجه. ده ربنا موصله بس انت مالك. هو دي عباد الله سبحانه. في بقى اللي يوصل في امان الله راكب ركوبة مريحة ومستريح ومبسوط ويوصل كده يتفتح له الباب ويدخل. ده الشيخ العالم العارف الواصل اللي يقتدى به اللي هو على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ اللي احنا بنسمع كلامهم دول الاولياء الكبار دول هم دول اللي وصلوا مش معطولين. وان كنا برضو في اثناء كلامنا هناخد كلام المجازين لان كلامهم ساعات ايه مليان حق برضو. انت ما بتقتديش بيه في سلوكه لكن قد تقتدي بيه في حكمة قالها
لأنه هو شايف ما لا تراه، ربنا كشف له، والحكمة ضلة في المؤمن. وعشان كده ممكن تاخد كلام المجازين ما يضرش، لكن الكلام اللي يوافق الشرع. فهمت ازاي؟ يبين لك علامة، يضيء لك إشارة، لأن المجنون مش غبي زي الراجل المجنون اللي واقف كده من شباك الأوضة بتاعته في المستشفى، وكانت المستشفى بتاعتهم في صحراء، فبص لقى واحد عربيته عطلت والكاوتش بتاعها نام، فقعد يغير الكاوتش وفك الأربع مسامير وحطهم كده على الطاسة وبيغير لحمة. عدي راجل بسرعة، قامت الطاسة طارت والمسامير داعت في الصحراء. قاعد يدور انا بقى محتاج يربط العجله ازاي. قام المجنون كده قال له فك من كل عجله مسمار واربط، يبقى كل عجله بثلاث مسامير، وبعدين اما تروح في العمارة ابعت لك المسامير. قال له ياه، وايه اللي مقعدك هنا؟ قال له اصل انا مجنون مش حمار. فالجنان حاجه والغباء حاجه ثانيه. ايوه صح. لا لا، لانه خلاص رفع عنه التكليف يا سيدي، ما يسمع، لا يستجاب له، وان كان مكذوبا حقيقة، لانه يدعو حكيم، يدعو حكيم. لكن انت لو راجل عالم مش هتؤمر وتنهى مجنون. لو انت راجل عاقل، واحد مجنون شايفه مجنون، تقول له يا ولد قوم اتوضى وصلي، هيشتبك، لان انت ما راعيتش ان هو غير مكلف. لا، يبقى انت تمنع المسجد، يعني تقول للحراس ما تدخلوش، بس حتى لو دعا عليك خلاص ما تخافش، ما هو هيدعو على، يعني يدعو حكيم سبحانه وتعالى. لكن ما تاذوش في بدنه، ما تاذوش في نفسه، تقول له ده ملعون، اوعى تدخل الملعون ده. مين قال لك انه ملعون؟ ده يقول لك المجانين في نعيم، هتلعنوا ليه بقى؟ واخد بالك؟ يعني كان سيدنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله تعالى كان بيقول كان في واحد في البطنيه هنا مجذوب. وكان الراجل ده يعني بيشرب الدخان، هو مجذوب بس بيشرب الدخان. كان ابو الشيخ اسماعيل راجل عالم كبير والد، كان يديله الفلوس اللي يشرب بيها الدخان. هو التاني مجذوب مخه مش فيه، لكن الدخان معلق في مخه. يجي للشيخ وهو بيدي الدرس، يروح بيديله الفلوس يخرج يشتري بيها دخان. الناس يقولوا في الشيخ يا فضيلة الشيخ بتديله يشرب الدخان؟ قال لهم انتوا مالكم، هو غير مكلف، انتوا مكلفين، انتوا ما تشربوش، هو يشرب، احنا من؟ فدي نظرة الناس اللي فاهمة، واخد بالك؟ ده مش مكلف، خلاص سيبه في حاله. انت جاي لك دابة، دابة معينة عايزة تاكل أكل معين، دابة، ما هو أصل الإنسان بغير عقل يبقى دابة. خلاص يعني فقد اللطيفة اللي فيها التشريع، اللي هي لطيفة العقل اللي فيها مناط التشريع، فصار كدابة بقى. وده علشان كده كتير من كتب الكرامات الأولياء ذكروا بعض الكرامات على يد أولياء، والأولياء دول كانوا مخالفين، ما بيصلوش، ما بيعملوش، والناس ألفوا على سيدنا الإمام السيد البدوي، قالوا ما كانش بيصلي الجمعة خالص، وده مش ولي ولا حاجة، وكتبوا كلام ما يليقش. سيدنا الإمام السيد البدوي، سيدنا الإمام السيد البدوي كان يغلب عليه الجذب، كان يغلب عليه الجذب مش السلوك، كان مكذوبا غالبا سالكا قليلا، فكان غالب حاله الجذب، الجذب اللي هو الغياب، كان يجي له حال من الغياب لا يشعر بجوع ولا بعطش ولا ليل ولا نهار ولا برد ولا حر ولا تدخل الاوقات، واخد بالك ازاي؟ فكانوا ما الناس بتشوفه في الحاله دي لو ما بيصليش، فالناس اللي هم علماء الشريعه اعترضوا عليه، اعترضوا على ظواهره، لكن هو في الحقيقه كان غير مكلف، في الحقيقه غير مكلف، ادي المساله. فمعظم الاعتراض على الـ على الـ على العلماء الصوفيه، على الاولياء يعني الصوفيه، كان اعتراض على المجاذيب منهم اللي هم انجذبوا، يعني كشف لهم اشياء لم يتحملوها. اصل انت تصور انت قاعد في اوضه لوحدك كده بتعبد ربك بالليل في الضلمه والناس كلها نايمه، ودخل عليك ملك يكلمك، قد لا تتحمل، صح؟ وقد تتحمل،
من لا يتحمل هيصاب بنوع من الخلل العقلي اللوثه، واخد بالك ازاي؟ اصل افرض كشف ليك النار مثلا، شفتها الله، كشفت ليك الجنه. ده في صحابي سمع سوره الانسان من صلى الله عليه وسلم، كشفت له الجنه فشهق فمات ولم يسجد سجد من الشوق. يبقى مش كل واحد يتحمل ان يرى ما لا يراه الناس. في صحابه كشف لهم وتحملوا، وفي صحابه كشف لهم ولم يتحملوا. يعني في صحابي نام على قبر كده توسده فسمع المقبور يقرا ايه تبارك، سوره تبارك الملك في قبره. يبقى في صحابه هم اهل كشف، لان في ناس بيعترضوا على الصوفيه ويقول لك انتوا بتقولوا اهل كشف والصحابه ما حصل لهم. مش مين قال لك ان ما حصل لهم؟ في من الصحابه اهل الكشف بقى، في منهم تحمل وفي منهم من لا يتحمل. من لم يتحمل مات من شده شوقه، واللي تحمل تحمل ببركه ايه؟ نظره النبي له، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جوار النبي فيه حمايه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينظر ليهم كده يثبتهم، وعشان كده كانوا يشوفوا الايات تترى على يد النبي ويتحملوها، لان النبي مثبته صلى الله عليه وسلم. انما تصور انت الايات التافره دي بغير وجود شخص النبي امامك، قد لا تتحمل. فالنبي ثبت الناس لا شك في هذا. والصحابي اللي بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له كيف اصبحت يا حارثه؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. قال لكل قول حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال اصبحت ارى عرش الله بارزا. ارى، والصحابه ما يقول ارى عربي، يبقى رؤيه عين. أصبحت أرى عرش الله بارزا وأرى أهل النار يتعذبون فيها وأهل الجنة يتنعمون فيه. قال قد عرفت فالزم، قد عرفت فالزم. فعلموا أن العارف غير العالم. العالم قد لا يكون عارفا، ولكن العارف يكون عالما. فالمعرفة أقوى، والعلم محله العقل، والمعرفة محلها القلب، والقلب محل نظر الله من العباد. فهمت ازاي؟ فقد يكون عارفا ويكون علمه اقل من العالم اللي هو غير عارف. يعني قد يكون الانسان عنده علم كتير قوي لكنه مش عارف، لانه حجب بعلمه. فهمت ازاي؟ وقد يكون عارفا وعلمه قليل. في من الاولياء كان لا يقرا ولا يكتب، زي سيدنا الخواص، سيدنا علي الخواص شيخ الامام الشعراني في التربيه والسلوك، كان لا يقرا ولا يكتب. امي، كان امي لا يقرا ولا يكتب. سيدنا علي الخواص وسيدنا الامام الشعراني تلميذه، كان شيخ علامه كبير في الازهر وله مؤلفات عده، وكان شيخ الاسلام في الازهر. يروح يتعلم من مين؟ مش بيتعلم، يصل لمقام المعرفه، لان المعرفه قلبيه والعلم عقلي. فهمت ازاي؟ عدم الانكار على المجانين. مش كل مجنون مكذوب، خد بالك، في مجانين عندهم امراض نفسيه بقى. عايز تروح العباسيه تتفرج عليهم كتير. احنا مش بنتكلم على كل المجانين يبقوا مجاذيب، خد بالك. لا طبعا تنكر، لان تؤدبه، لان الصبي مش مجنون، الصبي عاقل مميز. مين قال لك؟ ده عاقل مميز، لكنه غير مكلف، لا يقام عليه الحد، لكن يؤدب. يؤدب، نص عليه يؤدب، لكن لا يقام عليه الحد، بس لكن يؤدب. مش معناه تسيبه، محدش قال لك سيبه، لا. بس برضه هناك الفوارق ما بين المكذوب وبين المجنون، بين المكذوب في حاجات مجانين كتير. اسهل، الصبي غير مكلف لكنه عاقل مميز، تصح امامته، ولو خطب الجمعه تجوز الجمعه خلفه. يبقى لو فعل منكر تؤدبه، ولكن لا تقيم عليه الحد لانه غير مكلف. واضح؟ بس سهله. هناك فوارق بين المجنون، فرق كبير بين الصبي والمجنون. المكذوب والمجنون، هناك فوارق. المكذوب لا يأس مبقاه،
لا في ناس ذكروا ان بعض المجازيف كانت تأتي حتى الدواد مجانين دواد ما اصلح اصبح زي الدب ما لكش دعوه ما اصلح اصلي شوف ربك سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بعض اوليائه فتنة لاوليائه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصير. فربنا سبحانه وتعالى يعني اختباره شديد للناس كلها في كل احوالهم لا يرتفع حتى لا يأمن مكر الله احد. فتجد في وسط ما في وسط الصحابة في اكثر من الصحابة اختلط المنافقين تزيوا بزيهم وصلوا صلاتهم وجهدوا معهم في اكثر من كده. كنت تقعد مجلس زي ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيهم 20 منافق. منافق اللي هو ايه كفار مش النفاق بتاع اليومين دول النفاق العملي لا ده نفاق عقيدة يعني اختلطوا. فطول عمر الامور ربنا مخلطها على الناس علشان يميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى. فهتفضل الامور كده ما تقلقش. الناس عايزين يا ابيض يا اسود لا في رمادي بقى وفي كل الدرجات بقى. لكن انت لازم تبقى عارف الحق فين وتحسن الظن بالناس وتشفق على الناس وتميز بين المعصية والعاصي. العاصي تشفق عليه والمعصية تنكره. يبقى هو عاصي انت بتشفق عليه لانه عاصي كانسان وبتنكر معصيته مش بتنكر شخص. فهمت ازاي؟ قد يكون افضل منك وهو عاصي. ما يضرش. لان زي ما بقول لك ان الناس كلهم بيدوروا بين خلقين، خلق الخذلان وخلق التوفيق. لان ربنا في بداية الخلق اصلا قبض قبض للنار وقبض للجنة. وخلاص وانتهينا. فاللي مقبول من اهل الجنة مهما عصى هو من اهل الجنة. هتبص ليه ينقلب عليه الكتاب ويتوب ويبقى حلو قوي. لان هو اصلا في خلق التوفيق معاه. وجعل قبضة اهل النار الخلق اللي بيحركهم خلق الخذلان. كل ما يروح يعمل حاجة تلاقيه ايه مخذول 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 لحد ما يروح النار. حتى لو قعد في وسط الاولية قاعد في وسط الاولية ما يجراش حاجة. بس تبص تلاقيه حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع يسبق عليه الكتاب فاعمل. ابليس في اكثر من ابليس ترقى لمقامات الملائكه لكنه مخذول. فربك سبحانه وتعالى خذله في الاخر بالاختبار اللي عمله معاه لسيدنا ادم. فالحكايه سهله. فهمت المساله؟ فنسال الله التوفيق. فطالما خلق التوفيق موجود يبقى خلاص. فانت لما تلاقي واحد مسلم بيعصي الله كونه مسلم ده علامة على خلق التوفيق. فما تغترش بمعصيته وتحكم عليه حكم وحش حكمه هو نفسه. لا ان تحكم على معصيتي ولا تحكم عليه. فهمت الفرق بين العاصي والمعصية بين الكفر والكافر. قد يكون الكافر اللي قدامك ده هو النهاردة ده هو ربنا عامله من اهل الجنة انت اعرف ويمكن كمان هيوصل للولايه قبل ما يموت كمان. فهمت ازاي؟ كل ده مش جاي. ايه المشكله؟ جاي. يبقى لما بانكر عليه الكفر بانكر عليه كفره لا انكر عليه على نفسه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره. والمسلم محتاج يتستر امتى؟ وهو بيطيع ولا هو بيعصي؟ لا هو بيعصي. اللي محتاج يتستر وهو في حال النقص. لان النقص محتاج ستر. انما الكمال مش محتاج ستر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امرك انك انت تشفق على العاصي مش تكرهه. حتى لما بتهجر العاصي بتهجره ايام بسيطه واخد بالك ما تقطعش معاه من باب التغليظ والتعليل. وبعدين ترجع تاني توده لعله يسمع نصيحتك تاني. وفي نفس الوقت ما تغترش انت بطاعتك. ليه؟ لان انت ما تعرفش هتستمر على الطاعه ولا هتتقلب. يبقى ربك سبحانه وتعالى مخلي الامور كلها غم علينا الامور كلها وستر علينا كل الامور حتى عن انفسنا لانفسنا فما بالك عن غيرنا. اذا كنت انت نفسك لا تجزم انك انت هتستمر على ما انت عليه من طاعه الى ان تلقى الله فكيف تجزم على هلاك انسان؟ فما يليقش سائت ادب مع الله. خدت بالك؟ كل الحاجات دي الواحد لما بيبقى عارفها بيبقى ماشي مع الله على ما يريد لدرجة ان هو
يعطف على العاصي ويحب الطائع. شوف العاصي يعطف عليه ويحب الطائع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كله شفقة ورحمة حتى على الكفار. لذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. بيدعي القوم الكفار، واحنا ما بنقولكش ادعي للكفار يا سيدي، ادعي لعصاة المسلمين، اعذر عصاة المسلمين، بلاش ترتقي الى القلب الواسع الكبير قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فان كنت على قلب النبي بقى هتلاقي نفسك دائرة الرحمة هتتسع معاك درجة انك انت ترحم كل الناس. والعجيب ان الله سبحانه وتعالى سبحانه كل صفاته تعمل في وقت واحد، لا رحمته منعت غضبه ولا غضبه منع رحمته، لكن الكل لان ما فيش صفة تعطل صفة. فسبحان من اتسعت رحمته لأوليائه مع شدة غضبه، ومن اشتد غضبه على العصاة والكفار مع سعة رحمته. سبحانه الذي جمع هذه الأشياء كلها في لحظة واحدة وفي وقت واحد. فكون الله سبحانه وتعالى يوسع لك رحمته مع شدة غضبه وتعدي، يا دي نعمة كبيرة قوي. عارف كأنك معدي كده وجات صعيقة في الحال، جدك يقول يا الحمد لله، انت تلتفت على ديلك ليكون اتحرق من شدة خوفك. وعشان كده كل ما عرفت ربك تخاف، كل ما تعرف ربك تخاف. انت تبص تلاقي مثلا الاولياء ليهم اشعار تيجي تقراها وهم كانوا في كمال الطاعة بالنسبة لنا يعني، ويقولوا اشعار تدل على كمال الخوف، كأن ابو لهب هو اللي كاتب الشعر دي، صح ولا لا؟ مش قريته اشعار زي دي؟ كأن ابو لهب اللي قايل. يا خبر ليه؟ لشدة معرفتي بربي فاشتد خوفه من الله. فكلما عرفت الله اشتد خوفك من الله سبحانه وتعالى، وكلما ايضا عرفت الله كلما احببت الله واتسعت رحمته امامك. لكن تتسع رحمته امامك وفي نفس الوقت انت شايف ان رحمته ما منعتش غضبه، هي زي رحمته واسعة بس غضبه ما زال قائما كالسيف، لا ده عطلت دي ولا دي عطلت دي، يبقى الخوف والرجاء مستمر معك على طول. صحيح في بعض الاولياء يغلب عليهم الرجاء، بعض الاولياء يغلب عليهم خوف، دي احوال بقى بتتقلب عليهم احوال، واخد بالك ازاي؟ دي اسمها احوال. واحيانا الحال يدوم شويه يسموه مقام، واحيانا تبقى خواطر، واخد بالك ازاي؟ كل دي احوال زي ما ربنا قلب عليك الليل والنهار، واخد بالك؟ وفي اثناء النهار ممكن يقلبها لك ليل، تيجي غيمه تغير، مش ممكن الشمس تختفي في لحظه وتعز النهار؟ يعني ممكن في حال القبض يجي لك ايه شويه بسط، وفي حال البسط يجي لك شويه قبض، وممكن يجي لك قبض كامل يعني ليل كامل، وممكن يجي لك بسط كامل يعني نهار مشرق، كل ده جائز، واخد بالك؟ فكل الاولياء اتكلموا في كل هذه الاحوال. عارف مين اللي قال كده؟ سبحان من اتسعت رحمته مع شدة غضبه، وسبحان من اشتد غضبه مع سعة رحمته، سيدنا علي بن ابي طالب. الله عشان تعرف سيدنا علي كان عارف بربه ازاي. في فرق بين عارف بربه وعالم بربه. عالم بربه يعني ايه؟ يعني عنده الادله والبراهين، انما عارف يعني مشاهد، فرق كبير. فالعلم قبل المعرفه، واخد بالك؟ العلم قبل المعرفه، علم اليقين وعين اليقين. عين اليقين المعرفه، فاعلم انه لا اله الا الله اولا، فاذا علمت خلاص تعرف. عرفت فلسفة. ومن تأمل ألفاظهم وتصفح كلامهم وجد في مجموع أقاويلهم ومتفرقاتها ما يثق بتأمله بأن القول لم يقصروا في التحقيق عن شأن، ولم يعرجوا في الطلب على تقصير. وعلشان كده اللي يقرا كلام المتصوفه العلماء منهم يقول ان هم ما اثروش في طلب العلم، لحسن يفتكروا ان هم انشغلوا بالعباده عن طلب العلم. لا، انت تشوف زي سيدنا عبد القادر الجيلاني ليه كتاب اسمه الغنية، حوالي 3 مجلدات في الفقه،
كاتب فقه فقه كله معظمه فقه، جايب لك الطهارة والعبادة والنجاسات والصلاة وقيام الليل وتصلي ازاي واركان الصلاة والزكاة كل حاجة فقه، عالم تقرأ كتاب الغنية كأنك بتقرأ لعالم من علماء المذهب. وكان ماشي على المذهب الحنبلي اغلب اقواله، كان على المذهب الحنبلي سيدنا ابو القادر الجيلاني، وكان امام الطائفة، امام طائفة اهل عصره، وفي كل عصر لحد دلوقتي الطريقة الجيلانية ما زالت فيها بركات. وأهل الطريقة الجيلانية تلاقيهم مليانين أنوار، كل دي أنوار مين؟ من سيد الجيلان، وسيد الجيلان خلى أنوار من مين؟ من سيدنا محمد نور الأنوار وسل الأسرار وترياق الأغيار صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الأصول، ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه في الاعتقاد على وجه الإيجاز والاختصار إن شاء الله تعالى. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي رحمه الله يقول سمعت عبد الله بن موسى السلمي يقول سمعت أبا بكر الشبلي يقول، الشبلي ده كان يغلب عليه الجذب أكثر من السلوك، كان يغلب عليه الجذب أكثر من السلوك. أنا زرت مقبرته والله كأنها جنة في العراق في بغداد، والله بقيت قاعد ما عايز امشي، يعني تحس اولياء كأنهم عايشين، تدخل كأنك واخده بياخدك بالحضن، والله تشعر بهذا. مش انا بس، كل اللي معايا قالوا لي كده، كل المجموعة اللي معايا قالوا لي كده. الناس بتفتكر ان انا بس اقول يا سلام ده جدع، ده ولا جدع ولا حاجة، والله اي واحد يروح بيحس الحكاية، واخد بالك. سمعت أبا بكر الشبلي يقول الواحد المعروف قبل الحدود، الواحد والله المعروف قبل الحدود، يعني الجهات الزمنية والمكانية هي دي الحدود، وقبل الحروف يعني الأصوات. شفت العالم أهو عالم أهو الشبلي، كأن بيقول أن الله سبحانه وتعالى مش الاصوات والكلام هو الايه اللي عرفنا به، بل هو معروف قبل الاصوات حتى، لان الاصوات هي الكلام المخلوق، والله كلامه بغير صوت ولا حرف ولا نبرة، لان الصوت والحرف ارتبط بالزمان وارتبط بالحدود، ليه اول واخر، مش الصوت كده ليه اول واخر، حتى لدرجة ان ليه سرعة، يقول لك سرعة الصوت وعبارة عن موجات منضغطة ميكانيك، يعني موجات ميكانيكية منضغطة، يبقى كلها جهات اهي وحدود اهي، ليها حد زماني وحد مكاني ومحتاجة مكان تمشي فيه الصوت. الله سبحانه وتعالى ليس هكذا، الله معروف قبل الجهات، فمن يحد الله لم يعرف الله، واخد بالك ازاي، ومن عرف كيف يكون كلام الله بكلام البشر فلم يعرف الله، لأن كلام البشر محدود في الحدود الزمنية والمكانية، والله قبل هذا كله سبحانه. الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف يعني الأصوات. أيوة. ما كل ده بعد التعين، كان الله ولم يكن شيئا معه، فلما أرادت الصفات أن تتعين خلق ما خلق بقى، سهلة سهلة دي، فربك بيكلم لك بيقول لك كل حاجة، بيقول لك كل المراحل، فهمت ازاي؟ هو العرش قديم، العرش مخلوق، احنا بنتكلم قبل خلق العرش كمان، فالاستواء هنا مش بالمعنى المكاني ولا الزماني، فإذا حددت الاستواء بالمعنى المكاني والزماني الحسي يبقى اخطأت، يبقى ما عرفتش الله، حددته وجعلته محمولا، والله لا يكون محمولا، بل كل ما في السماوات والارض والعرش والكرسي محمول بقبضته سبحانه. وانت ليه عايز تقول بمعنى ما تفوض، خليك مع المفوضة زي الصحابة،
لكن ممكن تسميها عايز تقول معاني، معاني كتيرة قد تكون بمعنى تدبير الامر. احنا لما نقول استوى الملك على عرش البلاد يعني صارت تدبير الامور بيده، صح ولا لا؟ يقدر يقول الفرمانات اللي هو عايزها بقى، يقول لك اوامر ونواه، لكن قبل ما يستوى العرش يقدر يامر هنا؟ يبقى لما الله سبحانه وتعالى ارادت للصفات ان تتعين فتعينت فظهرت الاكوان، صارت الامور بيده تدبيرا، واخد بالك، سبحانه، فاطلق الاستواء كرمز على هذا التدبير. بس ايه المعنى؟ يبقى ممكن، وفي القران كده ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعدين. مش كده؟ بعد استوى على العرش يقول لك يدبر الامر على طول، بعد استوى على العرش يقول لك يدبر الامر. تملي خارج عن الحدود والجهاد غير مرتبط به، ولا تجعل الاستواء صفه قديمه ان كنت تقصد بها تعلقها بالعرش الحادث، ولكن الاستواء صفه قديمه قبل تعلقها بالعرش الحادث، اي ان الله قبل ان تتعين الصفات صالحا لان يدبر الامور، فلما تعينت الصفات صار مدبرا للامور لانه كان صالحا لذلك من قبل. فكل صفه لها تعلق قديمي صلوحي وتعلق تمجيدي حادث. فهمت المساله؟ بس سهله الحكايه. وهذا صريح من الشبلي أن القديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. أو ناس معتقد اعتقاد سليم، أو الشبلي هو اللي هو يغلب عليه الجذب بيقول كده، أمال اللي يغلب عليه السلوك هيقول إيه؟ شوف بقى العلماء لما يجيب لك الشبلي الأول يقول لك أنا هبتدي لك، طيب يا عم باللي أنت كنت بتقول عليه مكذوب. فهمت إزاي؟ لأن الشبلي ده كان يركب عصاية زي الحصان، عارف العيال اللي في الأرياف يركب عصاية كده ويجرها زي الحصان، ويحط يملى جيبه تمر ويمشي في طرق بغداد ويلم العيال حواليه ويقول لهم اللي يضربني هدي له تمرة. كان لما يغلب عليه إنه عايز يأدب نفسه يقوم يعمل كده، يمشي في شوارع بغداد يا مال يجيبه تمر والعيال تمشي حواليه، اللي يضربني اديله تمره، العيال تضربه بالجزمه، واللي يضربه مش عارف ايه بتاع ويديله تمره. فطبعا الناس كانت لا تأبه به، ايه الجدع ده الغريب ده؟ هي ده. هو كان بيغلب عليه احوال كده غريبه، يعني كان ليه احوال غريبه شويه. واخد بالك؟ لكن كان يطلع منه كلام زي الصدفه. لدرجه انه كان خليفه، الخليفه نفسه، فقالوا له ما تقول الشبل يعظني. يجيبوا له الشبل يخش له بالعصايه برضه، بس كده ويقعد قدامه يعظ. شوف قد ايه كان يطلع منه كلام يعني يرعد، كلام كده تحس انه يعني حديث العهد بربه. وكان احوال تانية يفوق يغالب العلماء، لما يفوق لحاله بقى ويقعد يتكلم كده زي الناس العلماء كده، تبص يقول لهم كلام يبهر العلماء. فدول ناس كانوا اولياء كبار رضي الله عنهم وارضاهم ونفعنا به. سمعت أبا حاتم الصوفي يقول، سمعت أبا نصر الطوسي يقول، سئل رويم القاضي، كان رويم ده كان قاضي، عن أول فرض افترضه الله عز وجل على خلقه ما هو؟ فقال المعرفة، لقوله جل ذكره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليعرفون. وقال الجنيد إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة اللي هو العقيدة يعني معرفة المصنوع صانعة والمحدث كيف كان إحداثه. المحدث اللي هو المخلوق يعني، والمحدث كيف كان إحداثه. أنت لو عرفت نفسك الله على خلافه، اول ما يعرف المصنوع انه مصنوع هيعرف ان ليه صانع، اول ما يعرف انه مخلوق يعرف ان ليه خالق،
اول ما يعرف انه هو ضعيف يعرف انه خالقه قوي، اول ما يعرف انه محتاج يعرف انه خالقه غني، اول ما يعرف انه جاهل يعرف ان خالقه عالم عليم، اول ما يعرف انه عاجز يعرف ان خالقه مدبر قادر. فهمت ازاي؟ يبقى اذا عرفت ربك عرفت عرفت نفسك عرفت ربك، لان الله على خلاف الحادث. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلامهم. معرفة المصنوع صانعه والمحدث كيف كان احداثه. اوعى بقى يغلب عليك الفقه تقرا المحدث، المحدث يعني اللي عايز يتوضح، انما هنا المحدث يعني المخلوق. والمحدث كيف كان احداثه فيعرف صفة الخالق من المخلوق، فيعرف ربه بصفات الربوبية ونفسه بتحقيق العبودية. شفت بقى؟ يعرف ان الرب رب والعبد عبد، اما يعرف ان هو فقير يبقى يعرف ربه ان هو غني رازق، يبقى فقره تحقق بالعبودية، ومعرفة ان الله غني تحقق بصفات الربوبية. فهمت ازاي؟ ادي معرفة المسألة. يعرف ربه بصفات الربوبية ويعرف نفسه بصفات العبودية. وصفة القديم من المحدث فلا يقع في الحلول والاتحاد. فهمت ازاي؟ ما يقولش بقى بالحلول والاتحاد من المحدث، لان المحدث يحل في الاشياء، يحتاج للتحيز، يحتاج للحركة. يبقى الله سبحانه وتعالى قديم لا يحل في الاشياء، لان كل شيء سوى حادث، فكيف يحل في الحادث؟ فاول ما هو شاف نفسه بيحل في الحوادث وبيتحرك ويتحيز ويتحدد. يبقى الله سبحانه وتعالى لا يتحيز ولا يتحرك ولا يتغير. يبص في المرآة النهاردة ويبص في صورته وهو في ثانوية عامة، الله ده شكلي اتغير قوي، يتغير. يبقى الله دائم لا يتغير، فالتغير علامة الحدوث. فهمت ازاي؟ والتغير سببه ايه؟ حركة الافلاك، فان وقفت الافلاك ما بقاش فيه ايام ولا سنين، يبقى ما فيش تغير، والافلاك كلها مخلوقة، يبقى الله خارج عن دائرة الافلاك سبحانه. كل ده كلام عميق يدل على فهم عميق، جزاهم الله خيرا. الحلاج كان بيتكلم كلام هم مش فاهمينه. الحلاج بيقول ما في الجبة إلا الله، يعني أمر الله، يعني خلق الله، ما قالش بالحلول، لأنه كان والي عالم، بس كان يغلب عليكم مقام الفناء. هو اتكلم في حال الفناء، هم ظبطوه بيتكلم في حال تاني خالص، في دنيا غير الدنيا. عارف لو سابوه لما يفوق كانوا فهم انه هو غلبان، ما قالش الكلام ده كله، بريء. لكن هم اصطادوه في حال من الوجد الشديد، حال تحقق فيه بمقام جمع الجمع اسمه مقام الأحدية، غير مقام الوحدية. لما يتحقق بمقام الوحدية يرى الله مع كثرة التعددات، فإذا تحقق بمقام الأحدية لا يرى إلا الله، فيحجب حتى عن التعدد. فهمت المسألة؟ فهم ظبطوه في المقام ده، تعالوا قتلوه الله، ثم تسيبه يمكن يفوق هيتعدل. هذه المسألة. فهو قتل بسيف الشريعة وناجي بسيف الحقيقة. فهمت ازاي؟ هذه المسألة، لأنه كلامه يحتمل حاجات كتير، بس كان في عصره المعتزلة غالبيين، فالمعتزلة هم اللي حكموا عليه، كانوا قضاة الشريعة، اغلبهم يغلب عليهم الفكر الاعتزالي اللي هو يغلب عليه العقل، قالوا هوب هات اقتلوه. ده هم كانوا بيقتلوه وكان بيضحك ويبتسم، لانه في غاية، واخد بالك ازاي؟ ويقول لك انه كان بيدعي لهم، واما بيكتفوا ايده يديهم ايده، يعني هو مش دريان للدنيا بتحصل بيها ايه اصلا، يعني هو لو كان فايق ما كانش اداهم ايده بقى، كان قال لهم بتعملوا ايه يا غجر. لكن هو ما رضاش يقول لهم حاجه، ده كان بيدعي لهم.
يبقى دليل انه كان في حال تاني مختلف، حال تاني دنيا تانية بتحصل. انت بتحصل لك احيانا لما تكون عندك مذاكرة كتيرة ومشغول، ويجي اخوك ولا والدك ولا حد عايش معك في البيت يقولك ده انا دخلت الاوضة وخدت كذا وسألتك وعملت وجاوبتني، تقول له امتى؟ تقول له من 10 دقايق. تقول له والله ما فاكر، انا كانت بتحصل ام لقيت تتخانق معايا، الاكل بارد حضرته لك، لو انا قلت لك قالت لي انت من ربع ساعة قلت لك احضرك الاكل، قلت لي اه، انا ناسي خالص ان انا قلت لها واخد بالك. اذا كانت بتحصل لنا احنا كده في امور الدنيا المعتادة، فما بالك الناس اللي بيبقوا مع الله؟ تحصل له ايه المانع يعني؟ وبعدين كلامه يحتمل معاني كتير، اما اقول ما في الجبه الا الله يعني امر الله، ايه المشكله يعني؟ اما فعلا ما انت امر الله، وده امر الله، كل اللي قدامي دول امر الله، خلق الله، قدر الله، تحتمل كتيره احيانا، خدت بالك ازاي؟ سبق الكلام قال ايه تحت قدمي اللي هو المال، واتضح بعد ما مات لو لا قال لهم انتوا بتعبدوا الاموال، لا يعني حسن الظن بالناس كويس على اي حال. وصفة القديم من المحدث، ويذل لدعوته ويعترف بوجوب طاعته، فإن لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه. لو ما عرفش ان هو مملوك مش هيعترف بالملك لمن استوجبه. ونقف على بقية هذا الباب ان شاء الله، نكمل يوم السبت القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم.